تتجنن يا اخي. نور ستارز وهاتان يعيشان قصة حب على تيك توك. أنا اللي بعرفه الواحد بيخطب بيتعرف بس دغري زواج وهلاهل وغرغرغرغرغيش. عشقة العيد ورميتها. راح نشوف الصور في انستغرام وسوي لايك. أنا ومين؟ أنا وبيبا. بهذا الفيديو عايد هاتان متابعينه بمناسبة العيد وطلب منهم متابعته على انستغرام وعمل لايك على صور العيد اللي نزلها، ليأتيه رد مفاجئ وغير منتظر من طرف نور ستارز على تيك توك واللي اعترفت من خلاله أنه بيكون كراشها بتيك توك. راح أشوف الصور في انستغرام وسوي لايك. بس لايك؟ لايك؟ فولو؟ أول مرة بحياتي خك على واحد بتيك توك أخويا، يعني أخويا حب أخوي، بس يعني شخصيته تجنن يا أخي. فحاز هذا الفيديو على أكثر من 6 مليون مشاهدة والكثير من ردود الأفعال، من بينها أكثر من 13 ألف تعليق، فعلق الجمهور بي حننتظره يرد عليها. لا 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 أعود بلد. فبعد الانتظار من طرف الجمهور رد هاتان بهذا الفيديو على حسابه على تيك توك. لايك؟ لايك؟ فولو؟ تعليق؟ حياتي خك على واحد بتيك توك أخويا، يعني أخويا حب أخوي، بس يعني شخصيته تجنن يا أخي أخويا. I love you. We don't. فبعد كل هذا ردت نور ستارز على فيديو ثاني من فيديوهات هاتان، وهالمرة الفيديو حقق أكثر من 8 مليون مشاهدة. غمزتلو شحطني كف. لا والله غمز لي وعمل لي فالو وعمل لي اشتراك باليوتيوب وفعل الجرس وعمل لي فالو على سناب شات وعمل لي فالو على تيك توك وأعطاني رقمه قلت غمزت لي. أما هالمرة فجاء دور هاتان للرد على فيديو من فيديوهات نور ستارز، ولكن نور ما أعجبها الرد. اسحب حبي كذا، نعرف إنه نور ستارز طولها 133، كيف كذا قصيرة مرة؟ لا تزعلي إن قالوا عنك قصيرة أو قصيرة، فمن أراد شم الورد لازم ينحني، صح ماما؟ فسلسلة الأخذ والرد ما توقفت على تيك توك، بل انتقلت لانستغرام، فنور علقت على إحدى صور هاتان بي: الصورة حلوة وأنا أغار، احذفها. فهي كانت ردة فعل هاتان وأخته على فيديو نور ستارز. صحيت من النوم لقيت نور ستارز تقول أنا أغار على صوري. نور ستارز؟ إيش رأيك في موضوع إنه نور ستارز صارت تغار علي؟ أنت موافق؟ موافق. هي موافقة؟ موافقة. قول سأجيب لكم قاعة بـ200 ألف، أفتح لكم هي تتزوجوا فيها، يلا يلا على الماشي كده.